السليماني إسرائيل ترفض اتهامات طهران وتصفها بالهراء لإشعال الحرب وتعلن التأهب لمواجهة أي هجوم إيراني. وفي خطابه نصر الله يتمسك بمطلب إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وتساؤلات حول مدى جدية الأطراف المختلفة في التصعيد من عدمه. حياكم الله مشاهدينا في نشرة هذا المساء والتي نخصصها كاملة للحديث عن إحياء ذكرى اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وتداعيات التهديدات المتبادلة في المنطقة بالأخص بين إيران والولايات المتحدة. وأيضا تنضم إلي الزميلة أنسام سلمان. مساء الخير أنسام. أهلا بك بشار. وفي ملفنا الأول، مشاهدينا، رفض وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس الاتهامات الإيرانية لإسرائيل بتخطيط لهجمات على الأمريكيين في العراق، واصفا الاتهامات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لإسرائيل بالهراء وبمحاولة خداع الولايات المتحدة لشن حرب على بلاده. وفي السياق، قالت مصادر أمنية في إسرائيل إن الحكومة صدقت على تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات بأبعاد عدة، وذلك بهدف التلميح لإيران بأنه في حال نفذت هجوما انتقاميا لاغتيال العالم النووي محسن فخري زاده سيكون هناك رد إسرائيلي وصف بغير التناسبي بحسب المصادر، التي أضافت أيضا أن هناك معلومات تؤكد أن إيران ما زالت تخطط للانتقام لاغتيال زاده بالرغم من التنسيق الوثيق بين الجيش الإسرائيلي وبين الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط. جاء ذلك في الوقت الذي يشتد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة مع حلول ذكرى السنوية الأولى لاختيار قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وإعلان الجيش الإسرائيلي منطقة المطل الحدودية مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة على ضوء الخشية من عملية لحزب الله في هذه الذكرى. فهل ستنفذ إيران تهديداتها؟ وما هي خيارات إسرائيل اليوم للرد في ظل هذه التهديدات التي تتزامن مع تصاعد حدة أزمتها السياسية وتقارير تشير بغياب ثقة الشارع بالقيادة الأمنية والعسكرية فيها؟ هذا وأكثر سنناقشه لكن بعد التقرير. تأهب إسرائيلي ومخاوف من انتقام إيراني مع إحياء الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وطهران تتهم الأخيرة بمحاولة إشعال حرب مرتقبة في المنطقة بين إيران وإسرائيل، ساحة حرب في العراق. فظريف يحذر من قيام إسرائيل بشن عمليات ضد القوات الأمريكية في العراق وتوريط الرئيس المنتهي ولايته في البيت الأبيض بحرب ضد إيران، وإسرائيل تصف تصريحات ظريف بالهراء. رسالة ظريف جاءت بعد يوم واحد على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاديه، تحذير من أي تعاون إسرائيلي عربي في المنطقة، معتبرا الخطوة تهديدا للأمن القومي الإيراني وتجاوزا للخطوط الحمراء على حد وصفه. أسابيع حاسمة قبل استلام الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في واشنطن، توترات إقليمية تحمل عنوان الملف النووي الإيراني. ثم من يرى بأن تسارع الأحداث هو رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط، اتفاق جديد بشروط جديدة أم العودة إلى اتفاق الموقع عام 2015 تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. إيران من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وأذرع تدق طبول حرب تحسبا من أي مواجهة محتملة، نيران حرب من اليمن وتحذيرات من جماعة أنصار الله الحوثية لإسرائيل بفتح جبهة في اليمن، وتطبيع عربي إسرائيلي ثمة من يرى به تقارب عسكري وموطئ قدم لها تحسبا لأي صدام في المنطقة. ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا عبر خدمة سكايب خبير في شؤون الشرق الأوسط السيد أليف صباغ. أهلا بك سيد أليف. ومن نيويورك ينضم إلينا أيضا عبر خدمة سكايب المحلل السياسي دكتور نصير العمري. وهنا في الاستوديو الضابط الاحتياط في الاستخبارات الإسرائيلية والخبير العسكري والأمني السيد أوليفير رافوفيتش. أهلا بك، ودعني أبدأ نقاش هذا الملف معك برأيك. هل اليوم إيران ستنجح في الإيقاع ما بين الصديقتين الولايات المتحدة وإسرائيل عبر تصريحات ظريف التي غرد بها على تويتر ومحاولة اللعب على الكلمات هنا ما بين الطرفين؟ إغفتوف، ما
مساء الخير. الإيرانيين مشكرين. الإيرانيون يكذبون، هم يكذبون على شعبهم، هم يكذبون على المنطقة برمتها، هم يجرون المنطقة، وهذا ليس بالجديد، إلى حرب. واليوم هم يستعملون مرة أخرى ذريعة اغتيال الإرهابي الأعلى. إذا كان هناك مرشد أعلى في إيران فهناك إرهابي أعلى، وسليماني هو الموازي لسليماني فيما لخامنئي فيما يتعلق بالإرهاب. جيد أن تم اغتياله لصالح المنطقة، لصالح العرب السنة الشيعة المسلمين واليهود والنصارى. هناك معلومات استخباراتية لدى الجانب الأمريكي أن إيران تستعد لعملية انتقام ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية. لذلك نحن نرى منذ وقت غير قليل نشاط رادع في الخليج بمشاركة قوات أمريكية وإسرائيلية، ليس بهدف مهاجمة إيران وإنما بهدف تحذير النظام الإيراني أن لا يعمل ضد المصالح الأمريكية. إذا ما سمحت لي وسمحتم لي كلمة إضافية، في 20 يناير كانون ثاني سيتغير الرئيس الأمريكي، وهذا حدث كبير. إذا ما هاجم الإيرانيون اليوم أهداف أمريكية في الشرق الأوسط، هناك مكان لرد أمريكي بقيادة الرئيس ترامب، لأن الأمريكيون جاهزون للعمل، وهذا سيعطي جو بايدن الرئيس الجديد كل الشرعية في أن يستمر بسياسة الولايات المتحدة ضد إيران. إذا ما اختار الإيرانيون بأن لا يهاجموا، هناك مكان لشريحة واسعة من القرارات والأعمال. نعم، أتوجه إليك سيد أليف صباغ، واستكمالا لما بدأ سيد أوليفيه بالحديث عنه ألا وهو جزئية إسرائيل. الآن إيران كانت قد حذرت دول المنطقة من تجاوز ما وصفتها بالخطوط الحمراء. ما هي هذه الخطوط، ولأي مدى تعتقد أن التهديدات سوف تخرج من الكلام إلى الفعل، وماذا سوف يكون دور إسرائيل في أي مواجهة متوقعة مستقبلية برأيك؟ مساء الخير لك وضيوفك الكرام. يعني من يسمع التهديدات الإسرائيلية والمواقف الإسرائيلية حقيقة يستغرب. يستغرب لأنه بموجب المنطقة الإسرائيلية يحق لها أن تغتال من تريد، ولا يحق للطرف الآخر أن يرد على هذا الاغتيال. يحق لها أن تحتل، ولا يحق للشعوب أن تدافع عن نفسها. ويحق لها أن تقصف أينما تريد، ولا يحق لأحد أن يرد عليها. هذا هو المنطق الإسرائيلي، هذا هو منطق المعتدي المتغطرس الدائم المدعوم من أعتى القوى العسكرية والسياسية في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. من يكذب حقيقة هو من كذب على العالم كله عندما جند الولايات المتحدة وجندت العالم معها ضد العراق على خلفية كذبة أن صدام حسين والعراق يملك أسلحة نووية وأسلحة غير تقليدية. هذه الكذبة التي أدت إلى مأساة عراقية ما زالت مستمرة، ومأساة مستمرة في الشرق الأوسط كله. إذن من هو الذي يكذب، ومن هو الذي يضلل العالم؟ نحن نعرف الحقيقة ونحن عشناها وما زلنا نعيشها، لم يكتبها مؤرخ ولم نقرأها من أحد، نحن عشناها بأنفسنا، سمعناها وقرأناها وعايشناها دقيقة بدقيقة، لم نولد بالأمس. هذا حقيقة من يكذب، وهو من يضلل، وهو من يعتدي على الشعوب، وهو حقيقة في حقيقة الأمر الإرهابي الكبير. إذن في الوقت الحاضر، ودعنا نعود إلى الوقت الحاضر، هناك سفينة عراقية تم الإلصاق بها لغم كبير، ويمكن كان يمكن أن يؤدي إلى انفجار في الخليج، وبالتالي هذا الانفجار إلى ردود فعل وإلى حرب كبرى. من هو المسؤول عن وضع هذا اللغم؟
طبعا يتهمون إيران كما اتهموها في الماضي، وهذا اتهام جاهز مسبقا. ولكن في حقيقة الأمر أي مصلحة لإيران أن تفعل ذلك في الوقت الحاضر؟ نعم، لكن حتى الآن أي مصلحة، مصلحة لإيران أن تفخخ سفينة موجودة، سفينة موجودة في المياه الإماراتية وتذهب إلى العراق؟ لا يوجد أي مصلحة. من له مصلحة في تفخيخ هذه السفينة هو من يحضر للحرب، هو من يسبب أو يبحث. سنتوسع في هذه النقطة، لكن دعني أنتقل إلى الدكتور ظريف. نعم، وأنت تتحدث عن ظريف وتصريحاته المثيرة للجدل، دعني أنتقل إلى الدكتور نصير العمري. يعني ظريف أيضا حذر دونالد ترامب من الوقوع بما وصفه بفخ الألعاب النارية التي قد تأتي بنتائج عكسية خطيرة عليه. ما الذي يقصده؟ وهل ممكن أن تقع الولايات المتحدة اليوم في حبال التصريحات الإيرانية؟ تحية لك وللضيفين الكريمين وللمشاهدين. في الحقيقة السيد ظريف يعني يعكس موقف السيد روحاني وملالي طهران، هم يستجدون السيد بايدن من أجل العودة إلى الاتفاقية النووية، والسيد بايدن قال بأنه سيعود إلى الاتفاقية النووية، فالطرفان يعني مجمعون على أن طاولة الحوار هي المستقبل. ونظام الملالي في طهران آخر ما يفكر به هو أن يقوم بأي عمل في الحقيقة لكي يبعد السيد بايدن عن طاولة الحوار. نظام الملالي في طهران يريد رفع العقوبات عن نفسه لأنه يريد أن تعود المليارات ويعود تصدير النفط، لأنه بهذه الطريقة يستمر ببرنامجه في احتلال العالم العربي. فالخطة واضحة عند ملالي طهران، أولا العودة إلى المفاوضات، ثانيا العودة إلى الاتفاقية النووية واستكمال احتلال العالم العربي. وهم على فكرة هم لا يستهدفون إسرائيل ولا يستهدفون أمريكا، كل هذه أكاذيب. هم فعلا يريدون مال ونفط العرب، ويعني هذا واضح الآن. وفيما يتعلق بالتهديدات، يعني السيد أليف يقول بأنه إيران لم تهدد ولا تريد، يعني تم تصوير الحرس الثوري الإيراني وهو يلصق قنبلة بإحدى السفن. يعني ما الذي تريد يا أستاذ أليف؟ يعني رأينا بأم أعيننا وتمنا، وحتى أن القيادات الإيرانية قالوا بأنه إذا لم نصدر النفط فلن يصدر أحد غيرنا النفط. يعني أنت تكذب الخامئني وتكذب روحاني، هم قالوا، واستهدفوا أرامكو واستهدفوا السفن واختطفوا السفن. فيعني شيء غريب، يعني الأستاذ أليف يصور إيران على أنها يعني حمل وديع وأنها تنشر السلام. لا، يعني هذه هي الدولة التي تقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وتهدد. فغريب يعني موقف السيد أليف التي يصور فيها إيران على أنها حمامة سلام وأن الكل معتدي. ثم يا أستاذ أليف أنت تقول إسرائيل تعتدي على الشعوب، ما الذي تفعل إيران في العراق وفي سوريا؟ هجرت الشعب السوري وقوضت الحكومات في العراق وفي اليمن، أليس هذا أيضا اعتداء على الدول المجاورة ونشر للإرهاب أم لا؟ طيب سوف نعود لك سيد ريف وأيضا لسيد الدكتور نصير، لكن نعود لسيد أوليفيا في البداية. الآن ما هي السيناريوهات التي وضعتها إسرائيل؟ أي مواجهة محتملة مع إيران؟ ومن أين سوف تطلق هذه الضربة أو المواجهة بالنظر إلى الأماكن التي تتواجد فيها جماعات مسلحة موالية لإيران، سواء العراق أو سواء اليمن التي لطالما حذرت إسرائيل من وجود صواريخ دقيقة فيها، وهل هي مستعدة لمجابهة هذه الاحتمالات؟ أنا سأرد عليك، ولكن إذا ما سمحت لي، أنا استمعت إلى أمور مستفزة، وأنا أجيد التاريخ كالكثيرين في الشرق الأوسط. إيران اليوم هي بمثابة ألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر. ألمانيا النازية حينما خرجت إلى حرب هي بحثت عن ذرائع، هي اتهمت اليهود، والإيرانيون يتهمون اليهود بكل شيء كما فعل النازيون، وهذا أمر يعيد نفسه في الماضي، كان في أوروبا واليوم هذا يتكرر في الشرق الأوسط. وعلينا نقول أن الإيرانيين لا يحبون العرب أيضا، هم مسلمون ولكنهم ليسوا عرب، وهم يستهترون بالشعب العربي في الشرق الأوسط. اليوم إيران موجودة في محور تصادمي مع الولايات المتحدة ومع دول غير مستعدة بأن ترضخ للنظام الإيراني كالسعودية، الإمارات، الأردن، مصر، إسرائيل،
وإذا ما استمرت إيران في طريقها فأنه سيكون هناك تصادم مباشر. تسألني كيف؟ منذ سنوات الإيرانيون الحرس الثوري الاستخبارات الإيرانية تسلح الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان والميليشيات الشيعية 120 ألف مسلح ميليشياوي شيعي في العراق، هم لا يمنحونهم التطعيم في العراق رغم وفاة الآلاف في العراق من الكورونا، لكن الإيرانيين يهتمون بشيء واحد، البحث عن الحرب واتهام الأمريكيين واتهام الإسرائيليين بطبيعة الحال واليهود طبعا. أنت تعرف أن الإيرانيون في كل عام يقيمون طقوسا سنوية مع رسوم حول المحرقة اليهودية. هذه الأجواء اليوم تقود إيران في مسار توجهي مسار حرب. ظريف هو كاذب كبير، رأيناه في الاتفاق النووي في فيينا عام 2015 كيف كان يبتسم وهو يصافح وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كل هذا كان كاذب. حينما يقول الإيرانيون أمر ما علينا أن نرى أنهم لا يسرقوننا إذا ما صفعناهم، الإيرانيون يكذبون، هم يبنون اليوم عشرات المنشآت النووية التحت أرضية مع ليس بهدف تعزيز السلم العالمي وليس بهدف تعزيز السلم في إيران ولكن بهدف تطوير السلاح النووي. من يطور السلاح النووي وهو نظام الملالي ويحكم إيران وهذا نظام عنيف وعدواني، فنحن على مسار التصادم إلا إذا حصلت بعض الأشياء، انتفاضة شعبية للشعب الإيراني ضد نظام الطغاة في إيران، هذا حدث في الماضي للأسف بدون نجاح كبير، أو عملية أمريكية دولية لوضع حد لهذا النظام الجني وإعادة الحكم والحرية للإيرانيين والإيرانيات وإعادة إيران إلى محور الدول الطبيعية. ربما سيقول لك السيد أليف بعد قليل بأن هذا تدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية. نعم سيد أليف، دعني أنتقل إليك، أكيد لديك تعليق على ما قاله هنا ضيفي في الاستوديو، وسؤالي لك اليوم، هل يمكن أن تكون إسرائيل ذريعة الولايات المتحدة لشن ترامب حرب على إيران؟ وفي حال لم تكن إسرائيل، ما الذريعة الأقوى لهكذا هجمة اليوم؟ منذ الثورة الإيرانية، وأنا أذكرها جيدا بالدقيقة حين تم الإعلان عن ذلك، منذ الثورة الإيرانية وحتى اليوم إسرائيل هي المحرض الأساسي ضد إيران، بعد أن كانت الصديق الأكبر لإسرائيل عزما الشاه، وكان الجستابو يعني أجهزة المخابرات والتعذيب الإيرانية صديقة وحليفة ومتداخلة مع الشباك الإسرائيلي والموساد الإسرائيلي. يعني إسرائيل كانت حليفة لإيران الشاه بالكامل، وهذا ما يزعجها، وأكثر ما يزعجها أن إيران تحولت إلى الجهة الأخرى ولم تعد حليفة للنظام في إسرائيل. إسرائيل هي المحرض الأكبر منذ سنوات لمنع اتفاق نووي بين إيران ودول العالم بما في ذلك الأمم المتحدة. كل ما تريده إيران بموجب هذا الاتفاق أن تحتفظ لنفسها بحق التخصيب بمستوى منخفض جدا حتى تستطيع الاستفادة منه في العلوم. وعندما يتحدث أي كان وخاصة إسرائيل عن النووي الإيراني كاذبة إضافية، كاذبة إضافية، كاذبة إضافية، أنت تكذب وأنت تكذب. من يخصب اليورانيوم لأهداف سلمية؟ أما تتحدث، أما تتحدث، أنت تعمل عند الإيرانيين، أنت على ما يبدو عميلا إيراني. رجع عدم توجيه اتهامات مسبقة. سيد علي، فقط من أجل أن نفهم وجهة نظرك، هل أنت تقصد بأنه وفق وجهة نظرتك من مصلحة
إسرائيل أن يكون هناك تصعيد، لأنه ليس من مصلحتها أن يكون هناك توافق إيراني أمريكي وأن يتم التوصل لأي صيغة من صيغ اتفاق نووي؟ هذا موقف إسرائيلي واضح ومعلن أنها ضد أي اتفاق نووي مع إيران، حتى لو كان ثمن ذلك التصعيد. يعني مصلحة إسرائيل وفق التصريحات الرسمية أن تمنع أي اتفاق نووي مع إيران، أن تبقي العقوبات الاقتصادية على إيران إلى أبد الأبدين. إسرائيل لا يعني لا لا ليس لها حق أن تتحدث عن أي نوع عندما خريج لديها يوجد تجاوزات. نعم لدرجة أنها لو نعطي الفرصة للدكتور نصير قبل أن أعود للسيد أوليفيا، لو نعطي الفرصة للدكتور نصير. نعم دكتور نصير، اليوم تحدث السيد أليف عن موضوع الإدارة الأمريكية الجديدة المتوقع أن تعود إلى الاتفاق النووي الإيراني، يعني ما زيادة فرص احتكاك هذه الإدارة مع إسرائيل، مع فرص يمكن عودتها لنظام الذي كان سائر عليه الرئيس أوباما اليوم، كيف ممكن لهذه الإدارة أن تقلل فرص الاحتكاك الواردة مع إسرائيل؟ يعني أظن بأن السيد بايدن وإسرائيل والحلفاء من العرب كلهم متفقون، والأوروبيين الأوروبيون كلهم متفقون على أن نظام الملالي في طهران يجب أن لا يحصل على سلاح نووي، ورأينا موقف أوروبي واضح، قالوا بأننا نناشد السيد ترامب بأن يعود إلى الاتفاقية النووية ولكن بشروط ثلاثة، وأضافوا هذه الشروط ومنها عدم تدخل، عدم دعم إيران للإرهاب في الدول لحلفاء أمريكا ومنها الدول العربية. هذا واحد. اثنين، السيد بايدن والأوروبيون والعرب وكل العالم مجمع حتى بما في ذلك روسيا والصين، هم لا يريدون لهذا النظام في إيران أن يمتلك سلاحا نوويا، وهذا واضح جدا. الآن هل ممكن أن نصل إلى مرحلة التصعيد العسكري لمنع العودة إلى هكذا اتفاق؟ يعني التصعيد العسكري محكوم بسلوك إيران. اليوم مثلا رفعوا نسبة التخصيب إلى 20%، وهذه نسبة خطيرة جدا، والسيد بايدن يريد أن يعيد الملالي طهران إلى طاولة المفاوضات، وأظن بأنهم يريدون العودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن في الوقت الحالي ما تفعل إيران هو الاستمرار بسياسة التصعيد، لأن العقوبات هذه في الحقيقة يعني لا تضر أمريكا، عقوبات على النظام في إيران هذه أرهقت النظام وهذه حطمت الاقتصاد الإيراني، لذلك هم يريدون العودة إلى الاتفاق النووي. ولكن بنفس الوقت أظن بأن هناك دعوات للسيد بايدن اليوم مثلا من السيد ليبرمان يقول له بأن العودة إلى الاتفاقية النووية يجب أن تكون باتفاق جديد. نعم. وشروط جديدة، لأن النظام في إيران لا يوثق به، يعني وقع العالم معهم نعم. اتفاقية نووية هذه نقطة. وخانوا هذه الاتفاقية. نعم هذه نقطة دعني أنقلها إلى السيد أوليفيا وحلفائها. نعم عذرا المقاطعة، أنقلها إلى السيد أوليفيا. سيد أوليفيا، أليس من مصلحة إسرائيل أن يجلس بايدن مع روحاني على طاولة مفاوضات جديدة ومن مصلحة الجميع ولا رأسهم إسرائيل؟ النظام الإيراني لا يمكن أن نثق به بأي شكل من الأشكال. انظروا، قبل عشرات السنين أدولف هتلر بهدف الوصول إلى السلام قال للأوروبيين امنحوني جزء من جمهورية التشيك وسأسعى للسلام. الأوروبيون وافقوا، منحوا هتلر قسم من تشيكوسلوفاكيا واندلعت الحرب. ماذا أريد أن أقول؟ الإيرانيون لا يريدون الاتفاق، هم يريدون القنبلة النووية، هم يريدون أن يكون الاتفاق وسيلة لهم من أجل الوصول إلى السلاح النووي بشكل تدريجي. وأنا أقول في هذا الاستوديو، العالم الغربي والعالم العربي عليه أن يتحد مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة ومع مصر ضد التهديد الإيراني. التهديد الإيراني يهدد كل شعوب الشرق الأوسط وليس فقط إسرائيل، وهذا خطأ كبير أن نسمع أناس تتحدث عن الورقة الإسرائيلية وعن المصلحة الإسرائيلية. هذه مصلحة شرق أوسطية وليست إسرائيلية. وصلت هذه النقطة، الاتحاد، لكن الاتحاد في ماذا؟ هل من مصلحة إسرائيل التصعيد، الحرب مع إيران؟ أليس هذا أيضا يؤتي بعواقب سلبية عليها؟
كودم كول بداية الإيرانيون اليوم هم في حالة حرب بواسطة حزب الله، بواسطة الحوثيين، بواسطة الحماس والجهاد الإسلامي، وبواسطة أنتم تعرفون ماذا؟ الإيرانيون يعرفون كيف يقتل العرب بعضهم بعض باسم النضال الإيراني تماما كان يفعل سليماني. حينما اغتيل سليماني حولوا الأمر إلى قضية رأي عام دولية. ماذا عن آلاف العرب الذين يقدموا خدمة لإيران؟ هناك فرصة احتمال للحرب. أمل أن نصل سوف تبقى معنا سيد أوليفيرا روفيتش بعد الفاصل، وأيضا السيد أليف صباغ، ونشكر دكتور نصير عمري المحلل السياسي كان معنا عبر خدمة سكايب من نيويورك. مشاهدينا دقائق ونعود بعد الفاصل، ابقوا معنا. We'll be right back.